حديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ. عميد سامي، مساء الخير وأهلا بك معنا عبر شاشة الأخبارية. الحديث عن يعني أوقات منع التجول في العاصمة الرياض وعموم مناطق المملكة، ما هي الإجراءات المتبعة مع سيارات نقل البضائع والفاكهة والخضروات؟ الحقيقة أولاً مساء الخير أخي خالد، أحييك وأرحب فيك وأرحب بالأخوة والأخوات المتابعين والمشاهدين الكرام. الحقيقة بالفعل يعني زي ما تفضلت، وسيارات نقل البضائع والمواد التموينية وغيرها من الخدمات حقيقة التي تهدف إلى استمرار سلسلة الإمداد لنقاط البيع هي مستثناة بموجب الأمر الملكي الكريم. احنا لاحظنا حقيقة من خلال التطبيق الميداني والعملي للخطط المتعلقة بمنع التجول سواء في المدن الرئيسية أو في مختلف مناطق المملكة، أن الكثير من أصحاب السيارات أو الشاحنات يحجم عن الدخول إلى المدن الرئيسية خوفا من العقاب. حقيقة تم دراسة هذه الحالات يعني في مواقف الشاحنات، واتضح أن الرسالة لم تصل للسائقين والعاملين على نقل البضائع من الملاك بشكل واضح وصحيح، لا سيما أن بعض هؤلاء السائقين لا يحسنون التحدث باللغة العربية. كما هو معلوم أخي خالد، يعني الأمر الملكي الكريم استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. وكما هو أيضا معلوم، سبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات ب11 قطاع تم الإعلان عنها في وقت سابق، ولا شك أن من ضمن هذه القطاعات العاملين في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه، بما يضمن الحقيقة يعني عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع. إحنا من خلال يعني قناة الإخبارية نهيب حقيقة بمنسوبي هذه القطاعات لإبلاغ العاملين لديهم بأن هذه الاستثناءات وتفصيلها، بما يضمن حقيقة إيصال الرسالة لهم بشكل واضح وجلي. يعني أنت تعرف أنه معظم العاملين في نقل البضائع ربما يتحدثون لغات أخرى لا تمكنهم من معرفة يعني مفهوم الاستثناء بشكل صحيح. الهدف أيضا أنه دخول هذه السيارات، أيضا أؤكد هنا أن دخول هذه السيارات والشاحنات والناقلات التي تنقل المواد التموينية والتي تضمن بمشيئة الله استمرار الحياة الطبيعية بالشكل الصحيح لا تحتاج إلى تصريح. أن الهدف ما في شك أن الهدف يعني هو الحد يعني أو السيطرة على انتشار فيروس كورونا بالشكل الجيد. إذن هي يعني مسؤولية عميد سامي، دعني بس أكمل جعلك تسلم. نعم، إذن هذه مسؤولية يعني هذه الجهات التي يتبع لها السائقون الذين بعضهم كما أشرت ربما لا يتحدث اللغة العربية، لإعلام سائقيها أن قرار منع التجول لا يشمل هذه الشاحنات أو السيارات التي تنقل يعني هذه المواد التموينية. لكن عميد سامي، ماذا عن يعني باقي الخدمات التي تضمن استمرار الإمدادات إلى مراكز التموين؟ الحقيقة جميع الخدمات أخي خالد، يعني قرار الأمر الملكي الكريم استثنى القطاعات الحيوية أو الأشياء الحيوية، القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، وبيان وزارة الداخلية حدد 11 قطاع من ضمن قطاع النقل، قطاع الاتصالات، قطاع الغاز، قطاع الطاقة، قطاع المياه، قطاع المواد التموينية والغذائية، وقطاع الخضروات، وكل جميع القطاعات الحقيقة هذه مستثناة تماما من منع التجول، بما يضمن الحقيقة استمرار الحياة الطبيعية بالشكل المناسب والملائم. المعلوم أن قرار منع التجول يعني وضعه المشرع أو الأمر الملكي الكريم وضعه بهدف المصلحة العامة، مصلحة الجميع مواطنين ومقيمين، بهدف مصلحة المجتمع، بهدف السيطرة أيضا على انتشار فيروس كورونا بالشكل الصحيح والشكل الملائم، بما يضمن سلامة الجميع. مسألة أنه الأمور التموينية أو الغذائية أو أيضا الإمدادات. نعم عميد سامي، لكن نؤكد أخيرا فقط يعني إلى ما ذكرته أن هذه الجهات لا تحتاج إلى تصريح يعني العبور أثناء وقت منع التجول لشاحناتها وسياراتها. أشكرك وأعتذر منك لانتهاء وقتنا في هذه اللحظة.